هنعمل الفراخ بالكاري والزيتون. هنا في فراخ شيش طاووق يعني وراك مخلية من الجلد والعظم، طبعا ممكن تتعمل بصدور، ممكن تتعمل بفراخ كاملة. زيتون اسود مخلي صحيح، بصل مكعبات، فلفل الوان مكعبات، ثوم صحيح، ملح وفلفل وكريمة، نشا، زيت ذرة وزبدة وبودرة كاري، كزبرة خضراء ورز بسمتي أبيض للتقديم. أنا سخنت الووك هنا كويس قوي قوي، هحط فيها معلقة كبيرة من الزيت بسم الله، وبعد كده هنزل عليها الأول الفراخ. فراخ لازم تكون مغسولة كويس جدا جدا، ولازم تكون متصفية كويس قوي. بسم الله. زيت الفراخ الشيش طاووق، الكاري، الملح والفلفل، نقلب كويس قوي. وصفة سهلة وسريعة ومنقذة. انزل دلوقتي بقى الثوم، كتروش الكاري يا جماعة عشان بيمرر. انزل بقى دلوقتي الثوم المفروم، منزلتوش في الاول عشان ما يتحرقش، عايزين تحطوه صحيح حطوه صحيح مفيش مشكلة خالص. عايزين تحطوا جنزبيل فريش ممكن، وادي ثوم صحيح كمان، الاثنين واحد بس مش مشكلة خالص، يعني الدنيا سهلة. بصل حلقات، مش حلقات، مكعبات، فلفل الوان مكعبات، زيتون اخضر انا بحبه مع الوصفه دي قوي، يعني هو الصراحه مش في الوصفه الاساسيه بس انا بحبه مع الوصفه دي قوي. هحط مكعبين زبده، ما رضيتش احطهم في الاول عشان احتفظ بطعمهم ولونهم ونكهتهم. هحط كزبره خضراء وهسيب شويه للتقديم. هضيف النشا على الكريمه هنا عشان اقلبهم الاول مع بعض. معلقه واحده كفايه ونص كوبايه كريمه كفايه، وكريمه جوز الهند في الوصفه دي تبقى حلوه جدا جدا، لبن جوز الهند في الوصفه دي يبقى لطيف قوي قوي. كل اللي احنا عملناه ده ممكن تستغنوا عن الفراخ وتحطوا بدل الفراخ حمص عشان الوصفه تبقى نباتي وصيامي لحبايبنا اللي هيحتاجوا يعملوا كده، مفيش مشكله وبتطلع حلوه جدا برضو. طبعا الزبده هتبقى زبده نباتي في الحاله دي. كوباية مية سخنة ودخل بقى كل الدنيا في بعضها. وصفة سهلة وسريعة ولذيذة. عقبال ما انا عملت ده علقت على الرز البسمتي، كل كوباية رز بسمتي من كوباية ونص لكوبايتين من المية السخنة حسب نوعه وحسب نقعينه ولا لا. معلقة كبيرة من الزيت، معلقة صغيرة من الملح، بحط له محبهان ومستكة واعلق عليه. مسافة ما ده خلص ده خلص، الموضوع خلص.